نحن مدينة درنة مدينة منكوبة وتحتاج إلى تدخل دولي وتحتاج إلى تدخل فتح الممرات البحرية، لأن جميع الطرق التواصل الواصلة لمدينة درنة تعتبر طرق إلى الآن مقطوعة. السيول الجارفة وكذا، لكن احنا ما ضرتناش واجد السيول، لكن احنا اللي ضرنا ان السد، في عندنا سدين، السد الاول هذا قريب من المدينة واجد، السد الثاني هذا يعتبر قريب من وادي بالضحاك. احنا كنا خايفين على الساعة الواحدة خايفين من الانفجار متاعها، الحق انه هو الساعة 2 كان منفجر. راهو ما ساوي الى الان، راه مازال في جثث كبيره بكثير، عدد كبير بكثير في المستشفى الواحد.